طم الاخوان يعاونوني، راني ما عنديش ولكشي، وعندي اليتامى وساكنه غير مع مورين دارنا، ما عندي لا دار لا والو. وكنت بصحيحتي الحمد لله وخدامه، وكنخدم على وليداتي وداكشي، وتكبرت وليداتي وكلشي. ولكن دابا الحمد لله كنت نخدم في الفلاحه، كنخدم في داكشي ديال الفلاحه في مدينه سوق السبت، في داكشي ديال الفلاحه. وكنت المهم كنخدم في الفلاحه، كندير ميناجات العيالات، كندير فاش المهم تكبرت وليداتي. ودابا اخوه راه خانتني الصحه ديالي، دابا عندي واحد العمليه اللي صعيبه ديال القلب، دابا راه عام هذا وانا ما كندخلش حتى شي درهم، كيتعاونوا معايا غير عباد الله. ودابا ما حتىش شي درهم ما كندخلها، ما تليت 3 سوفل باش نزيد ما بقيتش لقيت، كنزيد من هنا شويه كنعيا كنوقف. وملي مشيت دابا انا عام ومتبعه مع الطبيب الادويه، ديري الدواء، ما تبعت ما شادش 5 طبه ولا 6 وكلشي. ودابا الطبيب في الاخير قال لي الدواء ما عندكش، العلاج ديال الدواء، يعني عندك العلاج ديال العمليه، خصك ديري العمليه، انت خصك الحاله ضروري، خص العمليه صافي. حق الشاف الطبه ما كاين شي نتيجه ديال العلاج ديال الدواء، صافي الى العلاج ديال خصني نسرح العرق. ودابا طلبوا مني باش عندي العرق، القلب دابا منفوخ، وزامت لي العرق اللي كيدوز لي الريه ديال الرئات، يعني الريه ديالي كرمات لصقات، ما بقاش عندي داك التنفل، ولا فيا الحرق في الظهر والحرق في الكتاف وفي الكر وفي الصدر وفي كل شيء، وليت نعس ما كنعسوش بداك الالام وداك الحريق. ايوا دروك كنطلب من الاخوان نتوما تشوفوا الحاله، تعاونوا معايا على حساب هذه العمليه، خصني نديرها في اسرع وقت، راه ما بقيتش والو، نقد نزيد لا نزيد لا نتحرك لا والو، ما كنزيد غير واحد المسافه صافي. كنبغي نطيح في الزنقه، شحال من مره كنسخف وكنطيح في الزنقه، ما كنشعرش على راسي، حتى كنصيب راسي طايحه من داك السفل، ما بقاش عندي دي. يعني دابا العرق اللي عندي سميتو عندي صعيب، الطبيب قال لي عندك العرق صعيب ديال الرئتين، يعني في التنفس في المناعه في كل شيء، قال لي الريه ديالك كرمات، قلت لك على الظهر ديالك ما بقيتيش. وانا شفتها في ملي داروا لي الراديوات وداكشي، انا شفت الريه ديالي كيفاش الحاله ديالها، الا ماشي طبيعيه، لصق لي مع كرمات لصقات لي في كرمات لي الريه ديالي. ودابا الطب طالب سميتو كيقولوا لي باش نمشي للسويسي، وانا ما عنديش باش نمشي للسويسي، خاطر الحقيقة خاصك تحاليل، خاصك راديوات، خاصك يعني لا قال لي تمشي، لا انا قال لي غير الطبيب ديال ما عرفتش انا دابا فين، باقي ما قالينش لي فين، انا غير الطبيب قال لي خصني نعمرك ورقه نصيفطك ضروري تمشي الرباط، راه دابا شهر هذا وما يزيد عليه. باش قالها لي قال لي حالا السويسي، ولكن باش شنو فين غيصيفطوني ما عرفتش، المهم السويسي صافي شديت. قلت لي ما عنديش باش غنمشي دابا، قال لي انا ما عندي ما غندير لك، راه الدواء ما غيعالجكش الا ما لما من غير سرحتي هذا العرق، الدواء ما بقاش عندك العلاج ديال الدواء، بقاش عام والو والو ما كاينش والو. راه دابا عام وانا نتبع الادويه، كيعاونوني غير عباد الله، غير كيتعاونوا معايا عباد الله، مول 2000 مول 4000 مول كله. ودابا راه جايه كلها مسلفه، هذيك كنت عام مسلفه ومعاونيني بها عباد الله، كاين كي شنت كيعاونوني به شي كنتسلفوا شي، وما بقيتش لقيت من عاد من تسلف، حقاش عام وانا كنعاني من هذا الحال، عام وانا كنعاني من هذا الحال، ما لقيتش شي تحسن زعما، حقاش هذاك الشيء علاش قلت الطب ضروري من العمليه، حقاش ما خصك تسرحي العرق، حقاش الدواء ما دار لك والو، حقاش من خص ما عنديش والو، ما عنديش الغالب، الله وربي كيشهد لي على هاد الهضره اللي كنقول، راه ربي شاهد، راه ما عنديش، راه الغالب سيد ربي، وعندي الوليدات على قد الحال ما خدامينش شي خدمه اللي سميتو. وكنت عايشه انا مكبر على اليتامى، وليداتي جيتهم غير صغار وكبرتهم، ودروك كنطلب من الاخوان يعاونوني، وانتم كتشوفوا في الحاله الله يجازيكم بخير. باش نمشي باش نقدا خاصني ضروري غتلحق، اصلا عندي راديو انا ماشي ب 120000 اللي قال لي غدير هذيك ليريم باش يبين لي من العرق شنو المشكل، منين دايز وفين ها فين دايز هذاك ليريم، بعدا خاصني انا نديرو هو الاول، قال لي الطبيب داير شي 120000 وعاد فين التحاليل وهادي وهادي، يعني خاصني باش نتحرك، راه ما يمكنش غتلحقي وتزيدي وتبطي وتمشي تما، الطبيب كيقول لك ضروري تمشي، ولكن انا راه ما عنديش باش نمشي، راه الغالب الله. وانتم الاخوان انتم كتشوفوا الله يجازيكم بخير، لي الله يرحم ربي يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير، شوفوا من هذا الحال.